اليوم حنا جيت سعداء بهذه الشراكه المتينه مع الشركه المواطنه كاب جيميني انجينيرين موروكو. عن طريق هذه الشراكه تيبو افريقيا تعطي الفرصه للشباب هنايا في لاستاسيون ان الحاضنه ديال الابتكار الاجتماعي عن طريق الرياضه باش الشباب يجيو يستافدوا من عده ورشات اللي تهدفوا باش نخلقوا مقاولات رياضيه في مجال الرياضه والتكنولوجيا. وايضا الشباب يستافدوا من الهاكاثون اللي تم التنظيم ديالو في شهر نوفمبر 2024. هذه الشراكه ايضا تعطي الفرصه للجمعيه ديالنا تيبي افريقيا باش تدعم البرامج ديالها ديال مدرسه الفرصه الثانيه للجيل الجديد باش يمكن لنا نواكبوا الشباب لواحد التشغيل اللي هو دائم, واحد التشغيل في احسن الظروف في الصناعه الرياضيه. وايضا هذه الشراكه تعطي الفرصه للزملاء والمستخدمين ديال كاب جيميني انجينيرين موروكو باش يمكن لهم يواكبونا في البرنامج مع اطفال على الكراسي المتحركه عن طريق تنظيم واحد الورشات ديال لي ستيم تو سكي سيونس تكنولوجي انجينيري مات. وهذا الشيء يعطيهم واحد الحافز باش يطوروا المهارات ديالهم التقنيه, المهارات ديالهم الحياتيه والاجتماعيه. حنا اليوم جينا باش نعاودوا الشراكه ديالنا مع تيبو افريكا. هاد الشراكه اللي كدوم لمده 3 سنين, هذه السنه الثالثه اللي كنجدوا التعاقد ديالنا والشراكه ديالنا مع تيبو افريكا. العام الاول بدينا بواحد البرنامج لفائده الاطفال الصغار لمواكبه الدراسه ديالهم لمساعدتهم في كل ما هو تكنولوجي. دونك بدينا معهم في هاد البرنامج. من بعد العام الثاني زدنا البرنامج الثاني اللي هو ليكول دو لا دوزيام شونس لمساندات الناس اللي عندهم الحظر المدرسي باش يتمكنوا انهم يواكبوا الدراسه ديالهم ويخدموا في شي دي بروجي كي سون ليا مع التكنولوجيا ومع الرياضه. الحصيله ديال هاد الاتفاقيه ديالنا مع تيبو هي جد ايجابيه. دونك قررنا اننا نعاودوا الشراكه ديالنا العام الثالث ونزيدوا المقاولين الشباب اللي باغيين يديروا بروجي كل ما هو مقاوله رياضيه باستعمال التكنولوجيا الحديثه, لان كاب جيميني انجينيرينغ موروكو حنايا شركه اللي خدامين في كل ما هو تكنولوجي.